ضرب الطفل قبل النوم أول حاجة كسرة التعرض للكوابيس، تعرض الطفل الذي يضربه أحد الوالدين أو كلاهما قبل نومه لما يعرف بالكوابيس الليلية، ويعاني الطفل من وجود أحلام مفزعة خلال نومه، ينتفض خلال نومه وقد يتعرض للتشنجات بسبب تعرضه للضرب، ولا يستطيع أن يفرق بين الكوابيس وبما يحدث معه في الواقع. كراهية طقس النوم، يشعر الطفل الذي يتعرض للضرب خلال فترة ما قبل النوم بكراهية النوم، ويصبح لديه كراهية للسرير أو حتى الغرفة بحد ذاتها لأنها تركت لديه مشاعر سلبية غير محببة. ويعمل بعض الأطفال للتظاهر بالمرض لكي لا يذهبوا للفراش إذا ما اعتاد والدهم على ضربهم لحثهم على النوم، لأنه يرتبط في ذهنهم أنه هو كل ما يجي ينام أبوه يضربه عشان خاطر ينام. ممكن بيحصل تبول لا إرادي، الطفل يتعرض لضرب خلال النهار يتعرض للتبول لا إرادي أثناء الليل، والطفل الذي يضربه أهله قبل النوم لحثه على النوم مبكر أو بسبب رفضه للنوم عموما يتعرض للتبول لا إرادي. الطفل اللي بيتضرب قبل النوم بيتعرض للعزلة والانطواء، بيعدي تعرض الطفل للضرب وخصوصا قبل النوم للميل للانطواء والعزلة عن الآخرين، ويفضل البقاء في غرفته باستمرار لأنه يتوقع قرب حلول الليل والتعرض للضرب، فهو لا يفرق بين الليل والنهار. ووجود الجدة مثلا فهو يصبح أكثر انعزالا لأنه يشعر بالحرج من تعرضه لهذا الموقف أمام شخص يحبه وأمام أشخاص غير العائلة. ما يبقى في شخص غريب في البيت يبتدي ينعزل أكتر، مش عايز يتضرب قدامهم. التأخر العقلي والحركة عند الطفل، بيتعرض للضرب قبل نومه بيتعود على عدم الحركة من الفراش لكي لا يضرب، لا يحقق تفاعل مع الآخرين، ولا يتطور عقليا ولا حركيا، ويميل الطفل جراء ذلك للكسل وعدم الرغبة في الذهاب للمدرسة والتعلم، وتقل قدرته على الحفظ ولا يتفاعل مع أخوته، ولا يحقق أي نشاط مثل الغناء وحفظه وترديد الأناشيد بسبب خوفه من نتائج الضربة المقبلة عليه قبل النوم. التعرض لمخاطر جسيمة بتشمل أنه قد تقوم الأم بضرب الطفل في الظلام فيتعرض لجروح أو خدوش أو كدمات، وقد يحاول الطفل أن يهرب من الضرب فيتعرض للكسور ويصيب عصبا حساسا داخليا في الجسم فيؤثر على حركة أعضائه، وقد يسبب له إعاقة جزئية أو كلية يؤدي لنزف داخلي عند الأطفال. وقد سجلت عدة حوادث لأطفال تم ضربهم قبل النوم وعصر عليهم أهلهم في الصباح بلا حراك في فراشهم. ممنوع الضرب تماما للأطفال. مع السلامة.